أمسية طيبة مشاهدي قناة نهار، عدد جديد وضيف جديد من كتاب المشاهير. ضيفتي النهار اليوم مميزة جدا، اشتهرت بحبها لكل ما هو في عالم الطبخ وأيضا بالدفاع عن كل ما هو جزائري في هذا العالم. خلونا نكتشف مع بعض تفاصيل كتاب شهرة الشيف خديجة جاكو. ضيفتي الحلقة اليوم في كتاب المشاهير هي الشيف خديجة جاكون، مرحبا بك معنا وشكرا لقبولك الدعوة. الله يسلمك، يعطيكم الصحة، كي عرضتوني أنا دايما عرضت النهار تي في ما نقولش عليها لا، مرحبا بك. كي نكون قاعدة ونكون في الجزائر ماذا بيا نجوز معاك. شرفتينا، مرحبا بك معنا. اليوم نحكيو عن كتاب الشهرة ونحكيو عن الشهرة. خديجة جاكون من بين ربما خليني نقول الأوائل في المطبخ الجزائري واللي تعرفت وحبها الجزائريون في شاشة التلفزيون واستقبلوها في ديورهم. يعني عندنا بزاف نقاط راح نحكيو عليهم في كتاب شهرتك عفوا، ولكن أول نقطة قولي لي كتاب شهرتك بواش مملوء أكثر؟ بالنجاح، بالحب، بالفشل، بالضعف، بالقوة؟ كتابي ككل مشاهير العالم فيه أكيد فيه النجاح هو أول حاجة. يعني كي نشوفه بالنسب نشوف أكبر نسبة هي نجاح، ثاني نسبة الحب، والحب لازم يكون مع النجاح، ونعرفوا أنه الإنسان الناجح يحارب دائما من الفاشلين، دي حاجة قاعدة مع متعارف عليها. يعني الإنسان الناجح يحارب من عند الفاشلين، ودائما تلقى يعني نفس الناس اللي رايحين يحاربوك هما الناس اللي من مجال تاعك، وحتى يعني ناس من خارج المجال بالك الغيرة كاين، نقولوا الناس اللي في المجال كاين غيرة مهنية، بصح الناس اللي في خارج المجال بالك غيرة شخصية بالك شيء آخر، بالك النجاح المهني والفشل. أكيد أنا جست على مرحلة صعيبة 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 في حياتي في كتابي اللي حفزتني بعدها باش نعاود نوضة كبيرة. صحيح أنه فيه خليني نقول فيه حكمة ربما في السقوط في القصة تاعك أنت، يعني من اختفائك لعودتك، المرض كل يعني كل شيء خليني نقول أنه فيه ربما حكمة لما نشوفه، لما تشوفيه اليوم ولما كنت ربما في هذيك الفترة مش نفس النظرة عندك. أكيد شوفي هاد الحاجات هي هذه هي الاكسبيريونس، نقولوا عليها خبره في الحياه. الخبره تاعي في هاد الحياه وباش درت يعني كتاب الشهره تاعي هذا ماهوش ساهل. انا بديت في 2007 من التلفزيون الجزائري باش تقدمي في التلفزيون الجزائري، انت كاعلاميه تعرفي الشروط اللي لازم تكون في الشخص برنامج اللي لازم يكون. مهم جدا برنامج صباحيات، اكيد برنامج صباحيات، البرنامج اللي كان مباشر باش تقدمي يعني ركن على المباشر، ماشي حاجه سهله. انت راكي في الاعلام تعرفي، وانا ماشي كاعلاميه نجيب ماده اعلاميه ولا خبر ولا اي حاجه، نجيب نقدمها على ورقه يعني تكون حاجة محضرة من قبل. أنا عندي ركن تاع الطبخ اللي نقدم فيه ولازم نحكي فيه على الوصفة، ولازم تكون عندك ثقافة باش تقدري تقدمي الطبق تاعك. يعني المطبخ راهو حاجة كبيرة، يعني معروف في كل العالم أنه تقديم حصة تلفزيونية حتى في الأجر تاعها يعني عالميا راح تكون أغلى. كاين بزاف الناس اللي ما يفهموش هذا الشيء. لا عن تجربة حقيقة، برامج طبخ من البرامج المتعبة جدا، لأنه احنا نشوف ربما الصورة ولكن ما نشوفوش كواليس البرنامج كيفاش، ما نشوفوش واش لازم يتحضر قبلها، ما نشوفوش ربما خليني نقول الوقت اللي ما يكونش كافي في أنك تجهز وأنك تمد كل شيء يكون يعني عنده خليني الفيزيوال لازم يكون شباب يعني المشاهد بشي لاتير. فنظن أنه من أصعب البرامج هي برامج الطبخ. طبخ أصعب البرامج، وافقك الرأي في هذا الشيء. اللي ما يعرفوش بزاف الناس كيقول لك سر نجاح خديجة، أنا كاين جمهور اللي يعرف أنه الحصة تاعي اللي كنت دايرتها في القناة الخاصة اللي بعد التلفزيون الجزائري كانت ديت أعلى نسبة المشاهدة مدة عامين ولا 3 سنين. وتعرفي بلي احنا في كاين بزاف يعني الحصص كي تنجح يعني تحطم لأن بطريقة ما متعارف أزعجت ما من أزعجت بعض الناس. أكيد قلت لك كاين في هاد الحصة لازم تخيري الكلمات، أنت كإعلامية تعرفي هاد الشيء، لازم تخيري باش توصلي لقلب المشاهد باش
تلحقي الكامل الناس، على خاطر احنا الحصص راهي توصل بزاف دول عربيه باش تلحقي لهم المعلومه، الرساله طبعا، الرساله كما قلتي والمعلومه. هذا راه درس، ماشي نحطوا هذه مع هذه تخرج لنا هذه، انما تكون كاين في عامل التشويق باش يكملوا معاك الحصه هذيك. ونظن انه على هذا، على هذا السبب او على الاختيارك لهذا ربما طريقة، صنفك في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي آخرين، يقول الكثير من الصفحات وحتى ربما المدونين على أنك باحثة في ثقافات الأكل واللباس التقليدي. أنا باحثة في ثقافة الأكل واللباس التقليدي الجزائري. أنا دايما الأكل الجزائري نشوفه يعني في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، وين نلقاوه في العالم. يعني وين نلقاو مثلا البغرير، البغرير ولا القرصة ولا كما يسميوها الجزائريين التغريفين، الغرايف، كل واحد واش يسميه، يعني هو يعني واحد من العجائن التقليدية الجزائرية. بصح كي نولي ونشوفه في العالم كامل نلقاوه في كثير من دول العالم، نلقاوه عند العرب، نلقاوه عند الصينيين، نلقاوه في عدة ثقافات في العالم. طريقة ربما تختلف، طريقة التقديم برك اللي تختلف شوية، يعني كاين اللي يقدموه بالك درك يقدموه مع الشوكولا، يقدموه بطريقة مزينة، بواحد الطريقة مختلفة، بصح موجود في كل العالم. يعني حاجة، هذه هي الحاجة اللي أنا نختلف فيها على ناس واحد أخرين، أنه أنا نبحث، وكي نبحث يعني نحوس على هذيك الأكلة وين نلقاها، عن المعلومات على كل تفاصيل ربما الأكل مش غير الوصفة. أيوة، البداية قبل التلفزيون وقبل كذا كانت ربما بتقليدك الوالدة في تحضير الخبز ومختلف الأطباق، يعني منا بدأت بدايتك مع المطبخ، شحال كان في عمرك؟ شوفي أكيد كل جزائرية أمها هي ليدل، هي ليدل بيان سيغ، المرأة الجزائرية دايما أمها هي هي اللي كبرت معاها، هي صديقتها وتولي تقلديها في كل شيء. يعني هي الصورة المثالية تاعك. أنا يما كانت واش تعطيني؟ كانت تعطيني هذيك الحشي اللي نسميوها العشيوه. قدر هذيك اللي يشريوها لنا قبل رمضان، ما على باليش انت اللي لحقتي عليها ودارتها لك الوالده تاعك ولا لا، لا جينيراسيون تاعكم ماشي كيما تاعك. ما لحقتيش فيها. ما لحقتيش عليها، ودايما تعطيني هذيك كي تكون دير خبز الطاجين، تعطيني بعد ما تعجن العجينه، تعطيني كميه صغيره منها وتعطيها لي تقول لي ديريها. بصح كاين واحد طريقه التشجيع. شحال كان في عمرك كي اول مره شاركتي في 8 سنين 9 سنين؟ واو، يعني هذه كي تكوني صغيره هكذا تعطي لك يعني. وهذا الشيء تلقايه في اوروبا مثلا ولا في امريكا. انا كنت في الولايات الامريكيه المتحده، غير كيما جيت ما عنديش بزاف، شفت انه في ليكريش ولا في النشاطات اللي يديروهم الاولاد صغار يديروا لهم لي كوكيز، يديروا لهم الحلويات ويخليوهم يمسوا الفارينه ويتعلموا المواد. يعني طريقة الوالدين تاعنا ولا الأم تاعنا مثلا في هذاك الوقت كان طريقة صحيحة، ويعني هما ما كانوش قاريين ولا عندهم علوم اللي يتبعوها ولا، بصح كانوا بالفطرة يعلموا الطفلة هذه الطريقة، كيفاش تعرفي السميد، كيفاش تعرفي الطوماطيش، كيفاش تذوقي، كيفاش. أنا كنت صغيرة مثلا كنت عندي 12 سنة 13 سنة، واش تعطيني الوالدة تاعي ندير، تعطيني ندير لا طوماط مثلا، طوماطيش، تقول لي قسمي الحبة على زوج حطي فيها الملح باش نيبسوها في الشمس ونحطها فوق الحطبة، نديها نحطها في الجنينة باش تيبس. يعني كان وحدة. عندك كان عندك ربما خليني يقول بعض التشجيع او بعض يعني الطرق اللي حباتك في المطبخ وخلاتك تحبي المطبخ. اكيد هذه الطريقه اللي كانوا يديروها امهاتنا زمان باش تخليك تحبي الكوزينه وتحبي وتعرفي وش هو المواد اللي راكي تستعمليهم. خلينا نحكي ربما او نرجع نحكي عن تجربه التلفزيون. بعد ربما اول تجربه في تلفزيون عمومي، كان ليك تجربه بعدها في قناه خاصه، بعدها ما عودناش شفناك او بتحدي عن الشاشه. كان فيها انباء تقول انه خديجه جاكون مرضت، بعدها هذا هو السبب اللي خلاها تبتعد، انباء اخرى تقول انه توقفت. وشنو هو حقيقه سبب ابتعادك عن شاشه التلفزيون لفتره معينه؟ الحقيقه انه انا كنت نستنى في حصه تلفزيونيه، الحصة الأولى توقفت، نسنا في حصة تلفزيونية اليوم غدوة، اليوم غدوة جا رمضان ما حيطوليش على الحصة التلفزيونية. وأنا كنت قدمت للقناة، يعني قدمت لها كل شيء، يعني وقتي، سمعت في ولادي، يعني تكوني يعني تكوني فاعلة مع ديك القناة، قدمتي لها باش نجحت باش طلعت. من بعد أنا ما حيطوليش، ما عنديش حصة. تم أنا
جاني اكتئاب حاد. علاش؟ تما يعني بدات دموع ما حبستش، يعني الانسان هاد النفسيه تاع الانسان ما يعرفش، يعني قد ما تكون قويه تجيك وقت انت ما تامنيش واش صرالك. يعني وليت يعني نبكي دموع ليل ونهار، وليلي ولا نهار ونهاري ليل، يعني وليت صدمه. يعني كان صدمه، هذيك الصدمه خلاتني نبكي يعني وقت طويل طويل وانا نبكي. يعني ما عرفتش يعني كيفاش كانت هذيك انا الشيء اللي صرالي، يعني والدموع اللي بكيتها ليومنا هذا ما عرفتش يعني قوتي هذيك الدقيقه. خديجه اللي قوتها وين كانت في هذيك الوقت؟ وين راحت خديجه هذيك؟ يعني طحت يعني في شحال قعدتي وانت في هذه الفتره؟ 3 سنوات. دموع 3 سنوات في اكتئاب. اكتئاب دموع رقاد ليلي، يعني نرقد وصلت وين نرقد 3 ايام. 3 ايام راقده في فراشي ما نوضش، يعني شي ولادي مساكن ضاعوا، نقعد هكا كي نفتح تليفون، نقعد انا في تليفوني، من بعد كي نرفد راسي هكذا لازم نحطو في المخده، ما لازمش نوض، ما لازمش. بعدها زرتي طبيب نفسي؟ والله داويت روحك بروح، داويت روحي بروحي. يقول لك الصدمه، سبب الصدمه هو العلاج. هذه في علم النفس، يعني ماشي انا اللي قلتها وصح، هذه انا عشتها عن تجربه. سبب المرض هو العلاج. خلينا نمر من هذا النقطه مباشره. الاول كويس في حلقه اليوم هو كويس التابلو مع خديجه جاكوي. اول كويس في كتاب المشاهير هو كويز التابلو، وفي حلقه اليوم كويز تابلو راح يكون مع الشيف خديجه جاكون. عندنا صور، خليني اقول الناس من نفس الميدان، دي شيف معنا بين القدم جدد، كل مره تعلقينا على واحد. نبداو على صور. نبدا يلا. اول صوره مع السيده رزقي. سيدة رزقي، السيدة اللي كنت نتبعها في التلفزيون الجزائري في حس صباح الخير، وكنت نتمنى نقدم وصفات على طريقتي أنا، وكتب ربي وقدمت وصفات على حس في حصة صباح الخير وطريقتي أنا. يعني في نفس البرنامج اللي كانت فيه هي، في نفس البرنامج ونفس الركن، وسميته أنا طبق وتدبيرة. يلا نمر بصورة أخرى. الصورة الثانية هي سيدة بن بريم. سيدة بن بريم هي سيدة اللي أنا نحترمها، وكانت زميلة ليا ونعرفها شخصيا معرفة قريبة، ونحترمها هي كأمي سيدة بن بريم، ونحترمها بزاف. بزاف يقولوا أنه ربما تخدم، يعني خلينا نقول أنه النقطة أو الاختلاف مع لي زوتخ شيف أنها تعمل هي يعني مع العائلة تاعها، وبعدها شفناك أنت أيضا مع الإبنة تاعك في نفس البرنامج. كيف تشوفي هذا المزج يعني بين الجيل القديم والجيل الجديد؟ شوفي، هي وبناتها، يعني بناتها من عمري، بناتها يعرفوا سيدي بروفيسيونيل في المجال. انا الكونسيبت تاعي شيء اخر. بنتي صغيره ونحفز في البنات، انا عندي رساله، الرساله تاعي اني نحفز البنات تاع الجيل اليوم انهم يدخلوا مع امهاتهم للمطبخ. كي تشوفي انت البنات دوك واش راهم يديروا، عندهم غير التليفون، تشوف الوصفات لي ريزو سوسيو بصح ما تطبقهمش. انا راني نحفز فيهم، نوري لهم باللي تقدروا تخدموا في الكوزينه، تعاونوا يماكم وتقراوا في نفس الوقت. يلا نمر صورة اخرى. الصوره الاخرى زميل عزيز عليا، زميل نجح في المجال وحبه الجمهور، وهو محبوب حتى عند الزملاء تاعو، فارس جيدي. شاف فارس، كيف تشوفي ربما طريقته فيها بعض النوع من التجديد مقارنة ربما بلي زوتخ شيف؟ تحسي انه فيها بعض النوع من العصرنة، ولكن دائما يبقى في الحفاظ على نقول لك السر. فارس جيدي مر على التلفزيون الجزائري، والسر في طريقة تكوينه. داكور. انه الانسان اللي يتكون مع اعلاميين وطريقة التقديم والتنشيط يختلف على ناس واحد اخرين مثلي انا. يعني لما يكون شاف ربما عنده خليني اقول خبره في الشاشه، وعنده طريقه تقديم تكون خفيفه، يقدر ربما يوصل رساله افضل من ربما شاف اللي يكون عنده أكيد خبره طويله في المطبخ، ولكن ما يعرفش ربما طريقه التقديم. طريقه التقديم التلفزيوني ولا التقديم التلفزيوني يختلف على شاف يطيب في كوزينه ولا في اوتيل ولا في دار، ولا مختلف بزاف بزاف. خلينا نشوفوا اخر صوره. اخر صوره سيده بوحامد، اللي كانت علمت ناس يعني مده طويله
في التلفزيون الجزائري وقت ما كان غير التلفزيون الجزائري. سيدة أبو حامد، في الكثير من الناس اللي حتى وإذا ما لحقوش ربما خليني أقول بالبرامج اللي كانت فيهم سيدة أبو حامد وسيدة رزقي، ولكن إلى اليوم خليني أقول أنهم يعرفوهم ومعروفين وناس قدم يعني في شاشة التلفزيون. أكيد. ولكن ربما ما يعاب على اللي شاف أون جينيرال يعني مش غير هما أنه كل وصفات مش كل مرة تكون اقتصادية، يعني كلمة اقتصادية اللي ربما نستعملوها في كل مرة قدامها كيلو لحم فيها شوية تناقض. لا مع الأسف هذا هو المطبخ الجزائري، مطبخنا الجزائري الوصفات اللي باش نوصلوها للناس وللعالم فيها لحم وفيها دجاج وفيها، وعندنا الوصفات اللي فيها الخضار وفيها يعني في العالم نشوفوا أنه يقولوا وجبات فيجيتاريان فيجيتاريان ويقولوا وجبات وجبات فيها البروتين واللحم. احنا لا نقولوا اقتصادية، صح هي في العالم العكس، يعني يا إما أنت تأكل اللحم ولا أنت نباتي، لكن هي تبقى أنه إحنا نقدم كل الوصفات الجزائرية، ولازم نفوتوا هذيك النقطة تاع المواد الغذائية اللي راح نستعملوها يعني غالية ولا رخيصة اقتصادية ولا لا. إحنا التلفزيون لازم ولا لي ريزو سوسيو نوصلوا ثقافة الأكل الجزائري. من كويز تاب مباشرة لثاني فقرة في كتاب المشاهير، فقرة بين السطور، باش نتعرفوا أكثر على الشيف خديجة جاكون. ثاني فقرة في كتاب المشاهير هي فقرة بين السطور. خديجة، فقرة بين السطور هي باش نتعرفوا أكثر على ضيوفنا أو نعرفوا ربما الجانب اللي ما نقدروش نعرفوه من الشاشة أو حتى من التليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، نتعرفوا عليه أكثر في كتاب المشاهير. نبدأو؟ واجدة؟ يلا. في فقرة بين السطور عادة ما نحكيو على عائلة أول شيء، كنا حكينا على تقليدك للوالدة وأنه علاقتك بها هي اللي خلتك ربما تحبي أكثر المطبخ وحتى عالم الطبخ. في نقطة أخرى ربما عن الوالد كنت حكيت عليها في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، كنت قلتي أنه الوالد ديالك رفض أنك تلبسي نظارات طبية. زمان كانت الطفلة يعني ملي تكون صغيرة يقولوا لها ما لازمش تقولي راسك ويوجع ما تكون صغيرة، أنه كانت هاد الحاجات كانوا ما يتقبلوهمش الناس. هذيك الطفلة مريضة ولا عندها نظارات مثلا، بالنسبة كما يقولوا الناس زمان يقول لك اللولة، عارفين شي اللولة يعني عيب. عيب في الطفلة هذيك. يعني فيها دخليني أقول فيها عيب، يعني هي أنها ما تشوفش. أيوة. يعني مش شابة ولا فيها يعني ما يدوهاش، يعني ما تتزوجش الطفلة كيكون فيها نوع من هاد العيوب. مع أنك كنت بحاجة للنظارات الطبية، قال لك أنه بالنسبة ليه اللي يدير نظارات طبية يعني مش شباب. مش شباب، قلت لك فيها يعني أنا كنت شابة. المشكل أنه لو كان ندير النظارات راح تنقص مني، يعني لو كان زعما باش نتزوج ما نتزوجش. فهمتي كيفاش؟ يعني كانوا يشوفوا دائما هكذا الطفله هذه راح يولي فيها عيب. كيفاش كانت علاقتك بين والديك لما اخترتي ربما عالم الطبخ؟ ساندوك في هذا الاختيار؟ اكيد ساندوني. انا الوالد تاعي كان يقول واحد الكلمه ونقولها دائما انا للمشاهدات، نقول لهم خسرت العجين ولا خسرت اليدين. هذه مقولة معروفة عندنا احنا الجزائريين، يعني معليش خسري العجينة اليوم ما تجيكش مليحة، المرة الجاية تجيك شوية، المرة الثالثة راح تقدري ديريها كما يلزم. هذه المقولة اللي أنا نمشي بها، بابا الله يرحمه يعني كان ما هوش حرمنا من حتى حاجة، يعني كل شيء في الدار تحلي بلاكار ديري وش حبيتي. هذه هي الحاجة اللي خلتني نكون يعني مش راني اليوم. وتاني كي رحت للشيخي تاني الله يرحمه، تاني لقيته كان شيف دو كويزين وكان هو اللي زاد حفزني وزاد عطاني الكثير قبل ما نزيد نتكون. انا كنت تعلمت وحدي ومن بعد زدت تكونت، لانه انسان كي يتعلم وحده ما يكونش كافي كيما يكون فيه تكوين اكاديمي احسن. وبعدها لما اخترتي عالم الطبخ وقمتي ببرنامج في خليني نقول تلفزيون عمومي، كيفاش كانت ردة فعل الوالدين؟ فرحوا بيا اكيد، كاين يعني بين رفض وفرحه. تعرفي انه الجزائريين شويه ما يحبوش التلفزيون بكري، يعني بكري ما يعرفوش عالم الشهره، ما يعرفوش قيمه الشهره. كيما اليوم رانا في مواقع التواصل الاجتماعي الناس دايره شهره كبيره، يعني بكري كان برك تلفزيون. كانوا يرفضوا الوالدين شويه.
يعني كان يعني عندهم رفض شغل بين الرفض وبين القبول وبين الفرحة وبين يعني بينهم في زوج يعني. خلينا لما نحكيوا على الطبخ ربما لو نقول لك خديجة وش مد لك الطبخ؟ وش مد لي الطبخ؟ الطبخ أنا حب شغف ومد لي الكثير أنه أنا إنسانة نحب نقدم المعلومة كما أنا عندي ولازم توصل للي يستقبل المعلومات كما راهي عندي يعني نعطيها له 100% ما نقدرش نكذب على الجمهور تاعي ولا المتابع تاعي ولا سواء على التلفزيون ولا في حتى التلفزيون كي تعرفي انه راح تكون شويه ناقصه المعلومه ما توصلش كما لازم طبعا بصح في لي ريزو سوسيو يعني انا ندير مع الفيديو حتى ربع خمس ساعات مرات نهار كامل باش نخرج لهم في فيديو فيه 10 دقائق على اليوتيوب وفيه 3 دقائق في ريل ولا على الفيسبوك انستغرام تيك توك يعني هي مده طويله في الخدمه متعبه بصح توصل لهم كيما يلزم. هنا نحكيو عن واش مديتي انت للطبخ ولكن واش مدلك هو الطبخ في حد ذاته؟ انا قلت لك مدلي شهره. كان هدفك من دخولك لعالم الطبخ ولا كان؟ شوفي انا الهدف تاعي اني نعلم الناس في الاول كامل. كنت عندي مدرسه صغيره في المديه كنت نقري فيها الناس وكنت يعني نحب اني نقدم قلت لك يعني الانسان المعطاء هو انسان مرتاح. يعني انسان كي يقدم معلومه يعني ترجع لك بالايجابيه تحسي بفرحه لما تشوفي الناس انها ربما تتابع وصفات كي تشوفيها يعني كيفاش خرجت هذيك الوصفه كيفاش يعني كي تمدي وصفه يعني راح يقابلها الفرحه هذيك اللي راح يفرحوا بها الناس وفي نفس الوقت راح يكون عندك مقابل مادي راح تكون عندك الماديين راح تفرحي هذا هو هذا واش يعطي لك يعني هي كل خدمه يعني كل انسان سواء كان تكوين اكاديمي ولا جامعي في اي مجال في اي مجال الهدف تاعو سواء كنت عندك دكتوره ولا عندك ديبلوم في سي ا بي ولا ديبلوم في اي حاجه يعني مهني يخلص دائما حاجه واحده انها مهنه باش ندخلوا بها دراهم طبعا هو فيها ربح مادي فيها أكيد. الربح المادي اكيد خديجة كل مشاهير العالم عرضة للتنمر أو للانتقادات هل تعرضتي لهذا الشيء باش ربما خممتي بعدها في خليني أقول عملية تغيير مسار المعدة تنمر أكيد أنا تعرضت للتنمر من البداية يعني من التلفزيون الجزائري كانوا يجيوا مكالمات كنت نخرج يعني هكذا في الطريق تقول لي شحال من المرات تقول لي شحال نكرهك يعني كان ديريكت كنت نمشي هكذا في شومان بوبيو نجي وحده تقول لي شحال ما نحبهاش هذه المخلوقه يعني تشوفيها وكاين اللي تجي يعني بالاحضان تعنقك يعني هذه في البدايه هذه كانت لقاي وحده خطرة في الشهر اليوم مع لي ريزو سوسيو التنمر يوميا تلقاي يعني 10 15 شخصيه رايح تتنمر على شخصك ولا على شكلك ولا على حتى نيفي مثلا ولا يعني اعوجات في النيف ولا في يعني ابسط الاشياء يشوفوها ويتنمروا عليها انا من هذا الباب يعني وصلت حتى درت تكوين في البرمجه اللغويه العصبيه اليوم رجعت نشوف هاد الناس عاديين المتنمرين لانهم كل واحد كيفاش تربى وكل واحد البيئه تاعو انا اليوم نشوفهم عادي نشوفهم كامل ومرات نجاوبهم مرات نتخطاهم ما نجاوبهمش التغيير انا درته بداني بالتنمر سمنتي تاكلي وترقدي بصح نقولوا 30% من هذا الباب بصح 70% المشكل اللي كان عندي انا هو الصحه مشكل صحي انا كنت عانيت صحيا الناس اللي يعرفوني عن قرب يعرفوا انا واش كنت عانيت واش السبه اللي كانت هي الاكتئاب اللي كنت فيه وخرجت منه بوزن زائد وزن كبير وتعرفي بلي السمنه هي مرض في حد ذاتها مرض مزمن اليوم صنفوا السمنه كمرض مزمن يعني في كل العالم حتى في الجزائر السمنه هي امراض مزمنه كثيره ايوه وحتى في الجزائر اليوم صنفوه كمرض مزمن السمنه انا درت باي باس باش نقصت في الميزان وصلت للوزن اللي راني فيه اليوم وانا حاسه روحي احسن وحتى المتابعين يشوفوني احسن بصح كاين ناس كما قالوا لي المتابعات تاوعي نفس المتنمرين اللي كانوا يقولوا لك
راكي سمينة وراكي بشعة وراكي نفسهم هما اللي راهم اليوم يقولوا لك رجعتي مسمار ورجعتي سكولات ورجعتي، يعني هما نفسهم اللي تقول لك راكي سكولات هي نفسها اللي كانت تقول لك راكي سمينة. يعني حتى في كل في كلتا الحالتين فيه تنمر، يعني إرضاء الناس لا تدرك. بعد كنت من الأوائل اللي ربما كانت قامت بهذه العملية، بعدها توالت خلينا نقول مؤثرات مشاهير اللي عملوا هذه العملية خارج الوطن. بزاف ناس تخلط ما بين التكميم وتغيير مسار المعدة. شوفي هذه تبقى شيروجي بغياتريك، عملية على مستوى الجهاز الهضمي وهو المعدة. هذه يقررها الطبيب، يعني احنا نقولوا انا نقول باللي درت بايباس بالصح، هذا الشيء ما راهيش موضة انا نديرها، انا هدي لاغب لبستها انت راح تلبسيها في لون اخر، هذه لا هذه لا شيروجي يقرر فيها الطبيب. الطبيب كي تروحي ليه راهم كاين انواع بزاف تاع لا شيروجي بغياتريك، هاد الجراحه التكميم ولا البايباس واللي هو تغيير مسار المعده ولا الساسي ولا اي نوع من انواع لا شيروجي، هذه الطبيب هو اللي قررها. اليوم يخرجت شيروجي واحده اخرى واللي هي يدخلوا يخيطوا لداخل بلا ما يديروا هذيك الثقوب اللي يديروها في اللي درتها. فيه ربما وزن معين لازم توصلي له باش تعملي هاد العمليات. يعني اليوم رانا نشوفوا مؤخرا ربما الكثير من الناس ربما تروج لهذا النوع من العمليات بلا ما تعرف تفاصيلها. يعني اليوم انت تحكي بتفاصيل وتحكي بطريقه خليني نقول جد عقلانيه لما تقولي انه الطبيب هو اللي يقرر، يعني مش مجرد بروموسيون يعني ترويج للعمليه. في بعض المؤثرات خليني نقول او بعض المشاهير اللي تروج للعمليه بدون تفاصيل طبيه او بدون ربما ما ترجع للطبيب. شوفي كاين بعض المرات نلقاو اطباء ما يعرفش يدير بايباس مثلا، عنده يعرف يدير غير التكميم. هي اسهل عمليه تكميم انه ينحي الاستوما يخرجها خارج الجسم وهذه العمليه هذه العمليات ماهيش سهله، هي عمليه خطيره. يعني باش نقولوا يعني البوست اوبيراتوار هو واعر، انا ماشي انا اللي نهضر فيه، الاطباء هما اللي يقولوا هذا الشيء. كما قلتي الترويج لهذه العمليه ماهوش ترويج، لازم اللي يدير هذه العمليه يلزم تكون توزن اكثر من 30 كيلو من الوزن لو بوا ايديال، الوزن المثالي تاعها. يعني انت لازم توزني 70 كيلو راكي زايده 30 كيلو راكي 100 كيلو، على بالك بلي انسان كيفوت هذاك الوزن يولي 35 كيلو اكثر من وزنه ولا 40 كيلو كما انا كنت اكثر من 35 كيلو من الوزن المثالي. يعني لازم ندير اوبيراسيون، ما يفيد معايا لا ريجيم لا سبور لا والو، على خاطر علاه انا كنت درت ريجيمات من قبل نهبط في الوزن ما توشي صرالي نعاود نطلع وراح نفقد ميوسكل نفقد بعد عضله. بعد العمليه كنت قلتي في مواقع التواصل الاجتماعي انك يعني خليني نقول زدتي في الوزن. لازم يعني هذا واش قال لك الطبيب انه يعني من 9 الى نظن قلتي بين 8 حتى ل 10 كيلو. 10 كيلو يعني هو المعقول، هذا هو المعقول انه الوزن تاعي هبط 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 اكثر من المثالي. من بعد الجسم تاعي دار اليرت كيما نقولوا، كان لازم انك تزيد، لازم انزيد يعني هذا شيء طبيعي. قال لي بعد 3 سنوات راح تزيدي شويه في الوزن وزدت شويه في الوزن الحمد لله، راني اليوم راضيه على الوزن اللي راني فيه اليوم، وحتى الببليك تاعي اللي يتبعني يعني حب الشكل تاعي جديد والوزن اللي راني فيه، وانا اليوم راني مرتاحه صحيا الحمد لله. حتى نفسيا قلتي انه في ناس انتقدتك حتى بعد العمليه او على اجرائك العمليه، وشنو هو اقصى نقد انت شفتيه او تلقيتيه؟ اقصى نقد ما كانش ولا نقد قاسي، انه كلها انا لو كانت تقولي لي نقد قاسي من وين يجيني مثلا من واحد قريب ليا، لكن هاد الناس راهم متابعين ما يعرفونيش وانا ما نعرفهمش. يعني مهما كانت قساوه النقد اللي يعطوها لي ما تاثرش عليا لا نفسيا يعني ولا يعني انهم ما يعرفوكش. ايوه انهم ما تعرفنيش انا مهما تقول عليا ما تعرفنيش، يعني هي متابعه ليا وانا اللي نفيد فيها، العكس انا راني نقدم لها وصفات اللي لو كانت تروح تقراها بدراهم راهي الوصفه يعني ارخص وصفه تقراها ب 250000. كنا حكينا عن الانتقادات خديجه، انت اليوم مع حاضره عبر تطبيق تيك توك وشفنا حتى ربما البنت ديالك معاك في مواقع التواصل الاجتماعي، ما خفتيش لو توري ربما عائلتك يتعرضوا هما ايضا يعني او بدورهم للانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي؟
شوفي انا بنتي برك وحده اللي دخلتها معايا، بنتي الاخرى صغيره لازم هي تولي عندها اختيار، هذه بنتي حتى كبرت وهي اللي خيرت. بنتي هي عندها 21 سنه، بصح لو كان زعما غدوه تقولي ماما ما نزيدش نجوز ولا، هي حره خطر عندها هي الاختيار. انا بنتي هي خيرتها، وليدي ثاني كبير مرات مرات من يجوز. انا عائلتي مدبية تقعد، انا زوجي مي 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 بحكم الخدمه تاعو ولا خارج الخدمه تاعو، يعني ما يبانش مواقع التواصل الاجتماعي، ما يبانش مواقع التواصل الاجتماعي. هذه خدمتي انا وانا خيرتها، هو عنده خدمته ويخدمها، يعني كل واحد وحياته العمليه يخدمها. واكيد هو يتدخل مرات في 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 خدمتي، يقول لي ديري هذه ولا ما ديريش هذه، ولا انه هو كان درس اعلام وساعدني بزاف في هذا المجال، كان درس في جامعه الاعلام والاتصال. بما انه نحكيو على الاولاد، وشنو هو اكثر طبق يحبوه ولادك من عندك انت؟ اكثر طبق يحبوه ولادي من عندي انا كل الاطباق التقليديه الجزائريه. يحبوها ولادي من يدي. غبت عليهم قريب 3 شهور يعني، وكانت اختهم طيب لهم. بنتي كي جيت اول يوم طيبت لهم يعني نساو الخير تاع اختهم وبداو يقولوا لي توحشنا الاطباق تاع الام ديالك. خلينا نمر من هذا النقطة مباشرة لثاني كويس في حلقة اليوم مع الشيف خديجة جاكون. ثاني كويس في حلقة اليوم في فقرة بين السطور، راح نحكي مع خديجة جاكون. عندك لابلاك، نسألك أسئلة جاوبينا بصح أو خطأ. أوكي. يلا، هل أنت سعيدة اليوم؟ جدا جدا جدا. هل تشوفي نفسك سفيرة للطبخ الجزائري؟ أكيد. وشو الإضافة اللي تقدميها؟ أنا قدمت إضافات كثيرة للمطبخ الجزائري، سواء في الوصفات ولا في طريقة الترويج وطريقة تقديم المطبخ الجزائري واللباس التقليدي الجزائري، لأنه كل شيء يكمل. يعني كي نقولوا اللباس التقليدي الجزائري، نقولوا العرس نلقاو فيه اللباس، نلقاو فيه الحلويات، نلقاو فيه الأطباق التقليدية الجزائرية. الضيافة يلزم نلبسوا ونقدموا الأكل. هل أنت طيبة القلب لدرجة أن الناس تستغل طيبتك؟ يعني كل إنسان ربي خلقنا هكذا، كل إنسان فيه الطيبة وفيه مرات يعني الحيلة أكيد. لو كنتش الإنسان عنده عقل يمشيه مرات يعني يطيحوا في ثعالب يستغلونا أكيد. هل فيه من حاربك في مجالك؟ كثير. بلا بلاك؟ بزاف. الكثير. بزاف 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 بزاف، من مجالي وخارج مجالي مع الأسف. علاش؟ وش السبب؟ نجاح. هل الشهرة هي هدفك من دخول مجال الطبخ؟ شوفي البداية ما كانتش يعني ما كانتش شهرة. لكن الشهرة هي نقدر نقول عليها مليحه بزاف، ونقول بورسنتاج صغير ماشي مليحه باش ما نكذبوش على الناس. وشنو هي ربما خليني نقول لي زافونتاج تاع الشهره؟ لي زافونتاج تاع الشهره انك تدخلي دراهم تخدمي، تكسبي محبه الناس اول حاجه. الشهره تسهل لك حياتك في بزاف حاجات، ومحبه الناس وثقه الناس شيء صعب انك تكسبيها. يعني كي تكسبيها كي كسبتي الدنيا وما فيها. والشيء السلبي انك ما تكونيش حره في حياتك، والسلبي سلبي اكثر انك تسمعي حكايات لا صحه لها، ما عندها حتى علاقه مع حياتك، وتسمعي حكايات على روحك يعني تقولي تحبي تسمعي. هل تشوفي انه مسابقات الطبخ مفيده لاظهار المواهب؟ في بعض المرات لا. يعني هي مفيده وفي نفس الوقت غير مفيدة، أنه في بعض المرات صديبان شكون دار هذه المسابقات. كاين ناس استغلاليين اللي ينظموا مسابقات من أجل استغلال الناس يخدموا بيهم مصالحهم، وكاين مسابقات صح مفيدة وصح الناس اللي خدمت هي اللي تنال فيها. ممكن أن نشوفوك حكم من أو من لجنة التحكيم في أحد المسابقات؟ أكيد. أنا كنت خدمت كعضو في لجنة حكم في تونس، في الجزائر، في عدة مسابقات، وكانت يعني مسابقات مليحة بزاف. وتشوفي فيها يعني البنات اللي عندها 20 سنة 25 سنة، سيدات اللي عندها 60 سنة 65 سنة، تلقايها في هذيك المسابقة وتشوفي واش يقدموا يعني للمطبخ الجزائري. يعني أنا كسيدة في المجال يعني نشوف
مواهب هائلة يعني في المجال. من هذه النقطة نمر مباشرة مشاهدينا لآخر فقرة في كتاب المشاهير، فقرة نقطة إلى السطر. نقاط كثار راح نحطهم إلى السطر مع خديجة جاكون. آخر فقرة في كتاب المشاهير هي فقرة نقطة إلى السطر في حلقة اليوم مع الشيف خديجة جاكون. حطوا نقاط إلى السطر، يعني السؤال يكون سريع ووجيه جدا، محدد باين واضح جدا. ما هنا في هذه الفقرة ما نخلوش بزاف، خليني نقول الأريحية للضيف باش يفسر، يعني هي بوكو بلوس نقطة إلى السطر. أوكي. يلا نبدأ. وشنو هي الضريبة اللي دفعتها خديجة جاكون في مجال الطبخ أو في مجال التلفزيون؟ الحرية. هل أنت مع أو ضد عصرنة وصفات الحلويات؟ مع. هل تنصح الناس بعملية التكميم أو الباي باس؟ أكيد ننصحهم بها. ما تشوفيش فيهم خطر؟ لا، يختاروا الشيروجين اللي يديرها لهم. بزاف لي شيف يحبوا أنهم أو يخموا أنهم يفتحوا قنوات خاصة بهم، هل أنت خممتي في هذا الشيء؟ أنا فتحت قناة يوتيوب لأنه الهدف هو لي سبونسور، واليوم عندهم استراتيجية خاصة بلي ريزو سوسيو يعني بالديجيتال. اليوم هما عندهم ميزانية خاصة بالديجيتال وأنا مرتاحة في هذا الشيء، لأنه القناة مسؤولية كبيرة ولازم لها حاجة بزاف باش تقدري تفتحي قناة. نقطة أخرى، وش رأيك في الشباب اللي أصبح يعمل وصفات الطبخ في مواقع التواصل الاجتماعي؟ نقدر نذكر على سبيل المثال دي شيف من مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا في التلفزيون أو أصبح لهم برامج في التلفزيون. أنا مع أنه هذا الشيء مفتوح للجميع، وهذا المطبخ الجزائري ولا مطابخ العالم مفتوحة على العالم كامل. يعني أنا نحفز كل شاب وكل شابة، نقول لها عندك استثمار بزاف مليح من دارك، تفتحي قناة يوتيوب اليوم راكي بالعقل طلعي فيها، وغدوة تبدأي تدخلي منها دراهم، يعني حاجة سهلة. أنت كي قاعدة ودراهمك هم يطلعوا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك إذا كنت في دولة أوروبية ولا في أمريكا ولا في دول اللي يدفع فيها الفيسبوك ولا تيك توك ولا وين ما كنتوا. أنا نحفز كل شاب وشابة أنهم يخدموا في ريزو سوسيو، ومع أنهم يروحوا للقنوات برك لازم يكونوا متخصصين وقرا ويعرفوا واش راهم يقدموا للمشاهد، ما يمدوش وصفات غلطه ولا حتى المواد غلطه هكذا، باش ما يكونش كاين لي توكسيكاسيون، ما يكونش مشاكل صحيه للناس اللي نقدموا لهم وصفات. هل نقدروا نسميو شيف من لم يكن له تكوين؟ شيف هي يعني شيء اخر، شيف يعني هو الشيف اللي يخدم في اوتيل ولا يخدم في هذه النقطه هضرت عليها بزاف، ماشي اي واحد نقول له شيف. لا، من بين أكثر الأمثلة أو أكبر الأمثلة اللي نحكيه عليها مع مواقع التواصل الاجتماعي، أم وليد، هل اليوم نقدر نسميها شيف أم نخلينا نقول هي هاوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي هاوية، بدأت هاوية يعني تخدمت تجيب وصفات. مثلا أنا كنت نجوز في القناة اللي كنت فيها، اليوم ندير الوصفة غدوة هي تديرها وتهبطها على اليوتيوب. يعني بدأت كهاوية وما نقدروش نقول عليها شيف، هاوية. الانسان الهاوي يعني يقدر يدير واش يحب. قلت لكم اي واحد يقدر يفتح قناه يدخل بها دراهم، حتى انت كاعلاميه تقدري اليوم تفتحي قناه وديري فيها محتوى اللي يفيد الناس ويقدروا يتبعوك فيه. وهذه هي يعني هي بدات في الوقت اللي كانت القنوات قليل اللي يعرف يخدم بها وقليل اللي يعرف يديرها، ونجحت يعني. وهي سيده جزائريه ومنا ونجحت في هذا المجال، بصح ما هي الشيف. هل عدد المتابعين معيار لنجاح الشيف؟ أكيد، لأنه المتابع راح باش يتابعك، صعيب باش يتابعك، أنه راح يدي وصفاتك ويثيق فيك باش يدير لك هذيك الأبوني ولا جام. يعني ماهيش بالسهل باش تديريهم وباش توصلي لكامل الناس. أنا تحت القناة تاعي في 2016 وهذا وراي لحقت لزوج ملايين، وأنا عمري ما خلصت ولا شريت لي زابوني. يعني القناة تاعي غيال كي تشوفي حقيقية الحقيقية، لي زابوني حقيقيين ولا المتابعين تاعي حقيقيين، لأنه كيما تشوفي مرات يعني كثر، يعني عندي فيديوهات واصلين 7 ملايين 10 ملايين مشاهد، اللي عندهم عامين. ويعني هنايا نقول لكم باللي لازم تكون تخليوها تطلع وحدها القناة، يعني بدون ما نشريو هايوة، ولازم يكون محتوى اللي يتبعكم عليه المتابع. هل تشوفي أن الوصفات اللي تقدميهم ربما تتماشى مع القدرة الشرائية المواطن الجزائري، يعني أي شخص يقدر يقوم بهم أو يستعملهم؟
شوفي هي القدرة الشرائية على الإنسان. خليني قلت تتماشى مع كل الطبقات باش من الإنسان. شوفي دايما حنا في الجزائر عندنا واحد واش نقولوا عندنا استراتيجي، كل واحد كيفاش يمشي الشهرية تاعو. يعني تلقاي الواحد دايما يبدا مع الأول يشري لحم يشري دجاج، الوصفات هذوك يبداو بيهم ونديروا لي ساندويتش، نديروا حاجات اللي خفاف. انا دائما يعني نمشي في الشهر ندير وصفات مختلفه، ندير حاجات سالية باش ترضي كل طبقات. فوالا باش نرضي كامل الناس، وماهيش يعني الدجاج ما راهوش غالي، اللحم ما راهوش غالي، وانما لازم نعرفوا نسيروا برك امور، لازم واحد يعرف يسير مع المشاهد ولا المتابع. ومرات يكون عندنا ضياف ماشي لازم طيبوها لينا في الدار، يعني باش تعرفي كيفاش تضيفي ضيافك ولا كيفاش تقدمي لهم الوصفه. افتحتي ربما افتتحتي مؤخرا خليني نقول أكاديمية لتعليم الطبخ أو فنون الطبخ. فتحتها في الكورونا وبعد يعني في الكورونا قبل الكورونا، بعد مع الكورونا ما قدرتش نخدم، تعرفي الظروف اللي كانت، وبعدها يعني كنت خسرت الكرا وخسرت وما عنديش يعني أنا محل خاص بيا. بعدها أنا قفلت الأكاديمية واليوم راني نقري عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هل في مشروع ربما أنها تعاود ترجع للأكاديمية؟ لا، شدتني بزاف وانا انسانه ما نقدرش نحكم بلاصه. بعد تفضلي انك ربما تقعدي في خليني نقول في مواقع التواصل الاجتماعي، في مواقع التواصل الاجتماعي، وكاين عندي تكوين عن بعد انه الوصفات ولا لي روسيت اللي نقدموهم بطريقه اكاديميه ماشي هي اللي تتقدم في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دي فورماسيون سور دي بلاتفورم. ايوه هكذا باش الناس اللي يكونوا بعاد ولا حتى في الخارج يقدروا يتعلموا ويديروا تكوين عن بعد بلا ما يشقاو بلا والو ويخلصوا عن بعد. خليني نقول لك اخر نقطه في نقطه الى السطر، باش تميزت ربما خديجه جاكون عن غيرها، او خليني نقول عن لا برومو ديالها او عن الشيف اللي معاها في نفس المجال. الشيء اللي يميزني طريقه التقديم، الصدق والمصداقيه، عمري ما كذبت عليهم. وثاني التواصل مع الببليك تاعي، طريقة التواصل. خلينا نمر من هذا النقطة مباشرة للآخر كويس في حلقة اليوم مع الشيف خديجة جاكون. آخر كويس في حلقتنا لنهار اليوم مع خديجة جاكون، آخر كويس اسمه آخر مرة. في كل مرة عندك آخر مرة تقول لنا وقتاش آخر مرة. أوكي. يلا آخر مرة طيبتي في الدار. بارح. مش طيبتي؟ البارح واش طيبت؟ انا انسانه ننسى. انا عندي من باب الفضول، يعني هو ما كانش في فرق الطريق. شوفي البارح طيبت سفه بالزبيب والعسل، هذه اخر حاجه طيبتها في الفطور، والعشاء تعشينا برا. اخر مره قلتي حسبي الله ونعم الوكيل؟ قلتها بزاف. اخر مره واش كان السبب؟ بس لو البارح السبب كان لحقتني ورقه تاع الشرع. يعني شكاو بيك او انت شكيتي بشخص؟ لا لا، انا كنت شكيت بهذا الشخص وهو باش يغطي على روحه عاود شكا بيا. يعني قريب ليك؟ لا يعني من باب العمل. عمل عمل. اخر مره بكيتي؟ اخر مره بكيت وانا في امريكا، توحشت ولادي. شحال كنت وانت غايبه عليهم؟ شحال شحال قريب 3 شهور وانا غايبه عليهم، توحشتهم توحشتهم بزاف. ربي يخليهم لك ان شاء الله. الله يسلمك. آخر مرة زعفتي من شخص لدرجة أنه طاح من عينك؟ منذ تقريبا عام، عندي عام، يعني شخص كنت نشوفه يعني في نشوفه كبير، يعني سقطة حرة. هو من المحيط ديالك يعني المقربين ليك؟ لا مشي من المقربين، إنما كنت نشوفه إنسان محترم، إنسان كبير مع الأسف. يعني في مجال العمل؟ في مجال العمل. آخر مرة نسيتي حاجة من المقادير في كاش وصفة؟ اخي تصرا بزاف، مثلا في ديريكت حرقت لي مشوشه وانا نحكي مع المتابعين، تحرقت لي المشوشه. كنت السؤال اللي موراه كنت حنقول لك اخر مره حرقتي طبق، يعني جاوبتيني على الاسئله بين زوج.
تحرقت لك في لايف يعني كنت يوم في لايف تحرقت لي المشوشة وانت تحكي في لايف وانا نحكي مع المتابعين نحكي مع جات إيبونج وريتيها لهم اللي تحرقت لازم نوريها لهم شوفي أنا حاجة اللي فيها أني الصدق والمصداقية ما نكذبش عليهم ما نخبيش عليهم حاجة صارت في الديراكت لو كان صارت لي وانا نسجل في فيديو هي ما تصاليش وانا نسجل لأنه نكون مركزة مع عادة مع الحاجة تاعي بصح كي نكون في الديراكت اني نحكي معاهم نقرا في لي كومونتير علاش قلت لك انا عندي لو كونتاكت مع البيبليك ديريكت يعني نحكي معاهم نقرا لي كومونتير تاعهم نجاوبهم هذه واحده من اسرار النجاح انك تكوني في تواصل مع البيبليك هذا الشيء خلاني كنت سمعوا انتم اللي خليتوني نحكي اخر مره تفرجتي على برنامج طبخ ما تفرجت على حتى برنامج اخر مره انا التلفزيون ما نشاهدش بزاف تلفزيون قنوات الطبخ ما ندخلش فيهم دونك ما تشوفيش برامج طبخ بالك كي كنت نخدم في قنوات الطبخ مي درك ما نشوفهمش اخر مره بلوكيتي الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي امبارح تعرفيه ولا متابع ما نعرفوش متابع صباح الخير مساء الخير ما يكون اي كلمه زائده بلوك يعني اي تجاوز بلوك تجاوز احنا انا مثلا في الصفحه الخاصه ماشي انا اللي نجاوب بعض المرات يعني هما المسيرين هما اللي راهم يجاوبوا وانا كي ندخل مثلا نلقى حاجه بلوك يعني بدون واحد يعني يقول لي حاب نخطب بنتك مواقع التواصل الاجتماعي ماشي الخطبه بلوك اخر مره حزنتي جدا اخر مره حزنت جدا اخر مره حزنت جدا على صديقه كانت صديقتي اللي كانت ماتت يعني عندها حوالي عامين سمراء ظن اخر حزن كان لي هذاك الوقت حزنت عليها يعني كنت كي نتفكرها يعني دموعي ما تحبسش يعني الحزن ما يكونش غير في الدمعه برك مرات يعني يكون داخل في قلبنا يعني شيء صعيب انك تفقدي انسانه عزيزه طيبه تروح لك يعني هكا من قلبك صعيب اخر مره طيبتي طبق وما خرجش كيما كان لازم يخرج او ما نجحش خليني نقول ولا مره يعني البارح البارح يعني تحرقت 100 اطباق الاطباق يعني يعني الذوق هنا نحكي بعد الذوق الذوق ما كانش ولا مره لانه انا نخدم شوفي شفتي انت كي تكوني تسوقي الانسان كي يكون يبدا يتعلم السياقه يكون يخدم يكون يكونسونتري يكون يمشي بالعقل الواعي كيف كيف اليوم راكي انت كي تسوقي باللاوعي تسوقي راكي تمشي في الطريق بصح ما كيش تخمي في الطريق راكي تسوقي انك خلاص تعلمتي تسوقي انا نفس الشيء في الطياب تمشي آليا هكا تمشي بالعقل الباطن خلاص عارفة بلي هذه ندير فيها هذه وهذه وهذه وتخرج لي هذه وتخرج بنينة وتخرج هيلة نعرف المقاييس تاعي اللي نخدم بها بطريقة هكذا بعفوية نخدمها آخر نقطة آخر مرة ندمتي ندم شديد على قرار ما آخر مرة منذ عام ندمت على عمل مكان خدمت فيه ندمت عليه ندم شديد تعرفي شتي وين تندمي وتقولي يا ليت أمي تعود يوما وتعيدوني إلى بطنها ونعاود نرجع جديدة من جديد يعني مكان عملتي فيه هو اللي ندمت بلاصة خدمت فيها قلت لك لو كان تعاودت رجعت جنين كنت تتمنى أنك ما تكونيش فيها ما نكونش تمنيت لو كان زعما نعاود نزاد من جديد على ديك الندامة صرالك يعني كاين حاجات نندموا عليهم بصح ماشي لهذ الدرجة طبعا. من الندم أنا هذا الندم رجعني لو كان ما كنتش كاع في الدنيا هذه لانه جاني موراه بزاف سلبيات وبزاف حاجات اللي اخرها يعني ورقه من الشرع كانت هذه اخر نقطه في حلقتنا النهار اليوم خديجه جاكون او شاف خديجه جاكون شكرا لقبولك دعوتنا شكرا لحضورك معنا شكرا كيف شفتي البرنامج برنامج رائع هادف يوصل الشخصيات المشهوره للبيبليك تاعهم ويشوفهم بعين اخرى شكرا لك لحضورك معنا طبعا نتمنى لك كل التوفيق قبل طبعا بعد ما نختم ربما عندك كلمة أخيرة قبل ما نختم مع الجمهور اللي شافت فينا نقول لك ربي يوفقك إن شاء الله في مجالك أنت كإعلامية والجمهور نقول لهم متابعة طيبة لهذا البرنامج الرائع وراح تكتشفوا فيه بزاف
الشخصيات اللي حبيتوها تكتشفوا الجانب الاخر تاعهم وتسمعوا عليهم بزاف حاجات في هذا البرنامج. نقول لكم ما تنساوش تروحوا تابعوني في اليوتيوب، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، هكذا باش تكونوا دائما متواصلين معايا. يعطيكم الصحه، دمتم بخير، سلام. شكرا لك، بالتوفيق طبعا خديجه جاكون. شكرا لكم مشاهدينا انتم اللي تابعتونا في حلقه اليوم. بعد ما نختم معكم، شاف خديجه جاكون راح تخلينا ربما العباره اللي تمثلها في كتاب المشاهير. ما ننساش اني نشكر هابي فورنيتور على الديكور ديالنا، وايضا كل الفريق التقني العامل على هذا الحلقه وفريق الاعداد، وطبعا فهيمه بن سعيد اللي كانت في اعداد هذه الحلقه. انا معليا غير نختم معكم، نتلاقاو ان شاء الله في العدد القادم.